شو بدك؟ بدي أبوي. بابا بدي أطلع من الجدل. لعامر 4 سنوات من العمر يبحث بين جموع المعتصمين عن حقيقة وجوده فلا يجدها، فقد خلق من نطفة مهربة من والده رأفت القروي الذي يمضي في السجون الإسرائيلية 15 عاما، وأقرب الناس إلى والده الغائب الحاضر هي جدته أم رأفت. بشوف رأفت، طفولة رأفت، لعبة رأفت قدامي، يعني بترجع لي الروح، بيغيب عني 20 يوم بيرجع لي بعد 20 يوم، بحس الروح دبت فينا. بس يطلع من البيت وقسما بالله، يعني ليش احلفكم يمين انه البيت بيبقى خالي، مع انه عندي كمان احفاد، بس هو بيعمل حركه غير شكل مع البيت. اول شيء نكهر السجام، انه رغم انه اللي عملوه يعني اعتقلوا الاسير وحرموه من حياته، حرموه انه يكون اسره، فبهي الطريقه قدرنا نعطي امل للاسير، وان شاء الله انه بيطلعوا بيتحرروا بيعيشوا بحضن ابوهم واهلهم. عشرات الاطفال يشبهون عامر هم هنا، كل منهم جاء يتضامن مع والده الذي لم يحضنه يوما، إذ ولدوا جميعا لآباء في الأسر. ولكل طفل حكاية مهربة من زنازين السجن تحمل أمل استمرار الحياة. بعد الفتوى استخلص الأسير عباس السيد فكرة مشروع الإنجاب خلف القضبان من النطف المهربة. إحنا بالنسبة لنا كانت النطف الموجودة في مخزنة في مركز رزان، فكانت بالنسبة لي سهل كتير كتير. فلما عرض علي المشروع بالأول طبعا أنا كتير يعني استهجنت الموضوع إني أنا أكون حامل وزوجي بالسجن ومحكوم مؤبدات. تعرف المجتمع لا يرحمنا، الناس لا يرحموا، لكن بعد ما هو يعني بلش يقنع فيي وإنه هذا إن شاء الله رح يكون منهاج للأسرة، خروجهم من أزمتهم النفسية، وأنه بطلع ببث فيهم الأمل وروح المقاومة وروح التحدي والإصرار على ما يلاقوه من إدارة السجون. بهؤلاء الأطفال قاوم الأسرى الفلسطينيون رغبة السجان الإسرائيلي بقتل مستقبلهم الاجتماعي، فالأطفال هنا هم تاريخ ولد رغم أنف واقع الاحتلال. عامر يبحث بين آلام الأسرى المضربين عن الطعام عن حرية والده، فعامر أكثرنا إدراكا لمعنى الحرية إذ خلق نطفة في زنزانة. من الأراضي الفلسطينية، خالد القاسم، العربية.